فعلا إذن هذه البداية ودغدغة أولى من منير الماجري. النادي الرياضي البنزرتي أخذ المقابلة بقوة منذ البداية، وعدد من الهجومات متاعه عن طريق منير الماجري وشكري البجاوي وأيضا بمعاضدة الدفاع، لكن في كل مرة كان دفاع الترجي الرياضي يتألق ويتدخل، ثم الترجي كان يرد على محاولات النادي الرياضي البنزرتي ببعض الهجومات المعاكسة، وأيضا حدث الخطر أمام دفاع النادي الرياضي البنزرتي، وكاد علي بن ناجي على غرار هذه اللقطة يغالط الحارس المنذر علمي، غدا سيكون له موعد مع المنتخب الوطني. ثم تتواصل أيضا محاولات الترجي الرياضي التونسي وتدخل الحارس علمية مرة أولى، ثم العياد الحمروني والعارضة تنقذ النادي الرياضي البنزرتي. وكما تشاهدون كان الشوط الأول حماسي وشيق ومثير، وانتهى بالتعادل بدون أهداف بين الفريقين. ثم النادي الرياضي البنزرتي على غرار الشوط الأول بدأ بقوة، وشكري البجاوي يختلي بالحارس شكري الواعر، لكن يتدخل سمير الخميري وينقذ الموقف. ومقابل إخفاق شكري البجاوي باش يتمكن الترجي الرياضي التونسي، الكرة تنطلق من خالد بن يحيى، سمير الخميري ونبيل معلول يوزع، وسامي الوراري كأنه مهاجم في الترجي وغارت الحارس المنذر علمية، ويكون الهدف الأول لصالح الترجي بعد 11 دقيقة لعب من الشوط الثاني. ثم باش يكثف النادي الرياضي البنزرتي من المحاولات متاعه عن طريق محمد خان خاصة، وأيضا منير الماجري. محمد خان لعب دور كبير، ذهبت كرته أرضا وطار حذائه في السماء في مناسبتين، ثم هذه المناسبة الثانية ولمسة يد من توفيق الهيشري داخل منطقة الجزاء واحتجاج من عناصر النادي البنزرتي، لكن الحكم مرشيد بخديجة واللقطة أمامكم ما أعلنش عن ضربة جزاء وأمر بمواصلة اللعب، هذه اللقطة أمامكم. ثم بشي مقابل إخفاق النادي الرياضي البنزرتي بدأ الدفاع يضطرب، ونبيل معلول بين سامي الوراري وحسني الزواوي تمر الكرة إلى منذر بواب، ومنذر بواب يغلط الحارس منذر علمية قبل نهاية المقابلة بثلاث دقائق تقريبا، ويحقق الهدف الثاني وينتهي اللقاء بهدفين مقابل صفر لصالح الترجي.